السلام عليكم خوتي وخياتي، مرحبا بكم في قناتكم رائد فلوغ. اليوم صارت كارثة في الجزائر العاصمة، بالضبط في مطار هواري بومدين، ولقاو جثة تاع شخصين يعني جزائريين ميتين داخل الطيارة. كيفاش توفاو؟ منين جاو؟ وين كانوا رايحين؟ كيفاش لحقوا الطيارة؟ شكون هما الناس هذوما؟ الفيديو تاع اليوم راح نهضروا عليهم. قبل ما نبداو الفيديو نترحموا على الارواح تاعهم، ربي يرحمهم ويوسع عليهم والله يعطي الصبر لمالهم وحبابهم. الحكاية بدأت اليوم في المطار تاع هواري بومدين، وين ديكوفراو الجثة تاع شخصين اللي هما منير زبيري وابراهيم باشا الله يرحمهم. هما في زوج يسكنوا في حي حمادي ولاد بومرداس، لقاوهم ربي يرحمهم ميتين. وين فهاديك وين الميكانيزم تاع الطيارة تاع الرودة؟ ما نعرفش انا نسميها، ولكن وين الميكانيزم تاع الرودة؟ ودابخي لي زانفورماسيون الاولى سيكو عندهم كتم 24 ساعة ملي توفوا. كلام يقولوا يومين، كلام يقولوا 3 ايام، مازال ما بانش اكزاكتو مو شحال، ولكن دابري لي زانفورماسيون الاولى لي بانت سيكو خاوتنا هادوما كانوا ركبوا في الطياره بالخميس. واش من الطياره هذه وين كانت رايحه؟ الطياره هذه كانت البارح يعني الجمعه 3 جوان 2022، كانت البارح مشات راحت لبرشلون وعودت ولات، واليوم كانت عندها ديستيناسيون واحده اخرى الله اعلم في فرنسا ليون باري. واليوم ديكوفراو الخدامين هذوك ديكوفراو الجثث ديالهم، وكيعرفوا بلي عندهم كتم 24 ساعه ملي توفاو تماك، تسمى عندهم ماشي البارح، تسمى رايحه بالك بالخميس ولا بالاربعاء اللي ركبوا في الطياره هذه. اكزاكتوم وين ركبوا؟ تخباو في وين يحطوا لي باجاج. والبارح كي الطياره مشات لبرشلون وعاودت ولات سيكو ما قدروش يهبطوا ولا كانوا ديجا توفاو. السؤال مطروح، كيفاش ما لقاوهمش؟ والسؤال لي بلو دونجورو عليه، كيفاش لحقوا لهاد لا سيتوياسيون؟ منين دخلوا؟ شكون دخلهم؟ شكون كومبليس تاعهم؟ شكون اللي باع لهم الاوهام؟ بطريقه واحده اخرى، شكون كومبليس في الوفاه تاعهم؟ المطار تاع هواري بومدين كما كامل المطارات الجزائريه من اصعب المطارات، كيقولوا اصعب المطارات صافي با دير صعيبه يعني ماشي مليحه ولا، ولكن في لا سيكوريتي تاعها مليحه. يعني صنفت المطارات الجزائريه اللي مطارات امنه، كيقولوا مطارات امنه تسمى فيها لا سيكوريتي مليحه. خاوتنا هذوما باش لحقوا للمطار ولحقوا للطياره، سما جازوا لي باراج، جازوا لا بوليس، جازوا لي دواني، جازوا بزاف لي زيطاب باش لحقوا تماك. وهذا الشيء هذا بلا كومبليسيتي مستحيل. تما كانت كاينه كومبليسيتي كيكوبار وين لحقوهم لتماك، ومش كيش عارف ساكي ما هذه باطل. وخاوتنا ماتوا ربي يرحمهم، ماتوا مخنوقين. عندها واحد 3 شهور ولا في مارس كان واحد الطفل صارت الحكايه تشبال هذه، ولكن الطفل هذاك سلك، الطفل هذاك ايمن اللي مشى في الطياره ومشى حتى لباري ولقاوه في باري. زاد صارت هذه الخطره، تما لو كان كملوها كاع الحكايه هذه ما راحش تحبس، وراح تولي لنا قضيه واحده اخرى كيما تاع البوطي. راح تقول لي ما كاتب الله وقدر الله وما شاء فعل. بيان سور خاوتي كل حاجه بالمكتوب، وحنا مؤمنون امنوا بالله ورسوله وامنوا بالقضاء والقدر وامنوا بالمكاتب، ولكن كاينه حاجه ولا تادوا بانفسكم الى التهلكه. هما ربي يرحمهم خاوتي، ولكن انا حبيت نهضر اليوم لخاوتنا واحد اخرين، خاصه خاوتنا اللي راح تدخلهم في راسهم بلي الحكايه تاع الطياره وتاع الاسكال كيما تاع البوطي سهله، كيما الحكايه تاع البوطي نهار دخلوها للناس واحد اخرين ودخلوها للمصاغر تاعنا بلي حاجه سهله، وهي من اصعب طرق الهجره. خاوتنا العزاز لي باج تاع الفيسبوك، اليوتيوبر، الانستغرام، عاونوني باش نلحقوا الميساج لخاوتنا باللي تحب يا خويا، من حقك انك تفكر في حياه افضل، من حقك انك تخمم تعيش هكا، حتى تعيش في اوروبا تقدر تخمم وتقدر ترياليزيها، راح حبيت تطور حياتك، حبيت تسقمها، حبيت بزاف امور، صاب راسك ما تطبعش هكا كبرك، ما تريسكيش بعمرك. الناس اللي يقول لك البوطي ساهل ونشوف لي فيديو ناس سريع وزوج سوايع وكت روحي هنا وثلاث سوايع وحاجه سهله، اي واحد الا انت دخلت طلعت لاوروبا في السريع ثلاث سوايع ولا ثلاث سوايع ونص وسلكت وتحكي للناس تقول لهم انا جاتني سهله الحرقه، بقصد ولا بدون قصد راك تطبع في ناس واحد اخرين يتبعوا الطريق هذيك. والناس ما يفرقوش بين السريع وبوطي، والناس يروحوا يموتوا هكاك. ورانا نشوفوا المئات تاع لي ميساج اللي لحقونا، ناس يبعثوا لي تصاوره وفي حومتك نتايا ولا في تلقى في حومتك تبحر ولا حومتك راه دخلتوا البحر وما بانوش، صحابك بالك في فاميلتك. انا كي بداو يبعثوا لي يقول لي يا خويا شوف هادو جماعه ما خرجوش لكش ما تعرف لكش ما بان عليهم، سقسيو لنا عليهم، ديروهم بارطاجيو لنا كش ما لقاوهم. المئات لحقنا ونشوفوا نساء، دراري صغار، نساء اونسنت، شباب صغار، دي مينور يروح هكاك في طريق البوطي. شكون هما مور هاد؟ شكون هو يترفع على ظهرهم؟ وشكون هو يتغبن كيما لقاوهمش هما؟ وشكون هو يروج للطرق هذوما؟ نفس الطريقة هذه اللي راهي خرجت لنا شغل ايموج جديدة وين تركب في الطيارة، تركب تحت في الروضة تاع الطيارة شغل كلي حاجة سهلة.
تسمى كاين الناس واحد اخرين ما يروجوا للطريقه هذه وما راهم يخلصوا عليها. كما قلت لكم خوتي من حقك انك حبيت تفضل تسقم حياتك حبيت تجرب بلاد واحد اخرى ارض ربي هذه سبحانه، ولكن ما تروحش للحيط وتدخل في الحيط وهذاك الحيط على بيطون. ما تخليش واحد يجري استروا على ظهرك نتايا، هو يبني ويروح يجوز لي فاكونس تاعو بلا بيسين وانت تهمبر 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 باش تمدهم له وتروح في لوحه وبالك ما توليش. خممت على يمك وبابك من اللور، خممت على خوتك، كنت تخمم مخك مليح تخدم مخك مليح تلقى ألف طريقة أنك تطلع بطريقة قانونية، طريقة قانونية بذكاء، يعني تطلع في طيارة بفيزا بقمجة وفاليزة. ما تخليش الناس يتلفوا على ظهركم، ما تخليش الناس همهم الواحد هو دراهم. خونا باشا خونا زوبيري عم توفى وربي يرحمهم الله يجعلهم من أهل الجنة، ما لهم كيفاش مساكن كانوا رايحين على حاجة هي ولات في حاجة واحدة أخرى. شحال من خطرة تاني تقول لكم خوتي ما تلوموش هذاك الشخص علاش دار هكاك، تلوموش الشخص هذاك علاش دار هكاك، هذاك هو دارها خلاص طفرت، كاين عدة أسباب من قبل. نحبوا نحاربوا كاش آفة ولا كاش أزمة ولا كاش مشكل نبداو من قبل. علاش الشباب راهو يخمم يحرق؟ علاش الليجان صار هذوما راحوا في البوطي ولا يروحوا في البوطي؟ وعلاش الليجان هذوما ملي يجربوا هذه العفسة على الطيارة؟ وعلاش الليجان صغار هذوما راهم يخمموا في الهجرة أكثر ما يخمموا في حوايج واحد أخرين؟ واش هي الأسباب؟ الأسباب نضلوا نهضروا عليهم، الخدمة لا سيكيورتي هذيك 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 عينا من الهضرة منهم. الحلول وراهم ما شفنا والو. أنا نشوف عباد غير يخرجوا غير في التلفزيون الشباب راكم غالطين راهي خدموا بلادكم ديروا هذه ديروا هذه. بصح وفر له يخدم، ما توفرلوش يخمم في الحرقة. واحد يقول لك ما عجبتوش بلادي يروح، واحد يقول لك انا نحط روحي في بلاصتهم باسكو عشتها، نحط روحي في بلاصه ماليهم باسكو نتلقى رسائل من العائلات وين يقولوا لي ولادنا ما بانوش. نعطيكم نصيحه اخوتي، نتمنى ان شاء الله اليوتيوبر ولا انستغرامر ولا اصحاب الصفحات تاع الفيسبوك يعاونوني باش نلحقوا ميساج باللي ماشي واش راكم تشوفوا كاع في لي ريزو سوسيو كاين منه نص منه كامل كذب، كاين بزاف ديال الكذب. واحد اللي يبيع لك سوليسيون ب 70 مليون او يتاجر بيك، دوك الروح هذو تاعهم شكون يتحمل المسؤوليه تاعها؟ الوفاه تاعهم شكون يتحمل المسؤوليه تاعها؟ شكون الخدامين هذوك اللي كانوا يخدموا في ار ال جي؟ هذه تعتبر فضيحه هذه. ايماجيني كون ما كانوش حراقه، ايماجيني كون كانوا عباد واحد اخرين، يعني عندهم في راسهم يديروا كارثه واحد اخرى داخل الطياره. ايماجينيها. تسمى لو كان ما جاوش حراقة وجاو طرباقة تصرى كارثة في الطيارة هذيك، ولا طرباقة يجوزو باسم الحراقة، يعني اللي باع لهم طريق ودخلهم راك درت كارثة اخويا، درت كارثة في حق زوج من الناس توفوا، وكاباب دير كارثة بلوطار في حق اللي يكونوا راكبين داخل الطيارة كاع، باسكو اللي توفوا ربي يرحمهم كانوا صح حراقة. سيقدروا الناس واحد اخرين يستغلوا عفسه كيما هذه وما يكونوش حراقه. الناس اللي تحرك في البوطيات ولا لم يحركوا بهذه الطرق هذو، اسكو خممت في والديهم؟ اسكو خممت لو كان يصرى لهم حاجه؟ دراما معكم خاوتي، نترحموا على موني وعلى ابراهيم الله يرحمكم ويسع عليكم ويجعلكم من اهل الجنه والله يعطي الصبر لماليكم، وان شاء الله اللي كانوا مسؤولين على هذه القضيه هذه يتحاسبوا عليها ويخلصوها. كان معكم رائد فلوق، نموت عليكم راكم في القلب خاوتي. تشاو راغاتي.